خير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير. على بالكم صوتي غليظ. يلا فقت وقلت نبدا عليكم الفلوق باللي من النهار الاول، يعني من النهار الاول، من اللحظه الاولى اللي حليت عيني فيها هاد الفلوق غادي نبدا عليكم في اسبانيا البنات. احنا وصلنا البارح بالليل، يعني جينا معطلين، وصلنا مع ديك الوحده ونص ديالنا، جوج ونص ديالهم. المهم باش شدينا الطاكسي وجينا حيت حجزنا في اير بي ان بي، وكما وريت لكم في الاول ديال الفلوق استوديو كيفاش داير، زعما الصراحه متول وداك الشيء زوين خفيف وظريف وصغير على قد، يعني على قدنا هكا، ما كاينش تشدوا شي حاجه كبيره او لا اوطيل. هنا غنبدا لكم الفلوق البنات، نوري لكم كل حاجه وحاجه. هنا البنات مع الدخله ها هو الباب، كتدخلوا معاه هنايا كتلقاو هاد المرايه، هنا كتلقاو هنا الكنابي. المهم هذا راه الصباح البنات، حيت البارح راه صورت لكم فاش يلاه دخلت. المهم كاين الكنابي هنايا، صافي كاين هاد الصالونجي هنا، وعندكم هنا لا كويزين. كما قلت لكم البنات صورت لكم هكا بعيد باش يبان لكم، كاينه الدخله، كاين هنايا المرايه، و كما قلت لكم كاين المرايه هنايا، كاين الكنابي، وعلى يديكم هنا عند الباب، على يديكم اليسار كاين الباب، كاين الخاميه كما كتشوفوا هنايا، شوفوا. وهنايا كاينه الطواليت ولا سال دو بان، انا باش عجبوني كل حاجه فكروا فيها، كيحطوا لكم هنايا باش تصلحوا، كاين كاين المظل زعما الا كانت شتا ولا شي حاجه، كل شيء داكشي اللي غادي تحتاجوا كتلقاوه كتلقاوه. صافي هنايا كاين سال دو بان حاشاكم، كاين ماكينة الصابون، النشار، كلشي داكشي اللي غادي تحتاجو كيحطوه لكم. واحد القضية عجبتني هي الفاطي بزايد، الفاطي أو الكويت يعني بزايد، سواء كنتو جوج ولا تلاتة ولا المهم الفاطي كاينين بزايد. هنا البنات كاين لا كويزين، اون بتيت كويزين اللي صراحة طوب دو طوب عجبتني في الفينيسيون. المهم انا اول حاجة غادي نشوف هي الفينيسيون ديال كل حاجة بحكم كنفهم في هذا الخير. هذا هنا كاينين لي برودوي اللي غادي تحتاجو كاع، وكاينه لا بوبي الحاشاكم، كاينين لي برودوي كاملين. صافي هنايا الفا لي في، وكاين هنايا المعينات اللي غادي تحتاجو. صراحه انا عجبتني هذه القضيه ديال اير بي ان بي، حيت اول مره نجربها، ما كنتش كنديرها في المغرب، وهنا اول مره فاش خرجنا برا المغرب وقلت ليه دير اير بي ان بي، قلت للراجل حيت بوكين تلقينا الاثمنة طالعين بزاف. المهم كيما قلت لكم هنا كاع الكيسان، المهم كاع داكشي اللي غادي تحتاجو حدو قدو، ما كاين لا قوة الماء لا حتى شي حاجة، داكشي اللي غادي تحتاجو. وهنا كاين الملحة والزيت، وهذا كيحطو لكم هادي، كيحطو لكم هادي، هاد القرعة جات معانا من المغرب راكم عارفينها. هنا كاين البلاك، هنا كاين البلاك، و حاجه اللي عجبتني انا ديجا عمرتها جبت معني معايا من المغرب، هي لا في سي صغير كرونا حديد قاز، الصراحه عجبتني باش فيها داكشي باش كلاول ديال البارح فاش دخلنا كنضروا الجو. صافي هنايا كاين الميكرو اوند، وهنا كتلقاو كاع الماس فراشت والمعالق داكشي غادي تحتاجو، هنايا لي مابينت والمقاليب. صافي هنايا كنساليو مع هاد الان بتيت كوزين كيف ما شفتوها. المهم كتجي هنا طواليت صال دو بان وحدها كوزين، وهنايا كاينه الثلاجه. حنا مازال ما خرجناش نتقداو، مازال يعني الله الصباح اول نهار هذا، قلت بلاتي نصور لهم لا ننسى تاني، حيت انا يوتيوب بصراحه كنسى، كنبقى مركزه على انستغرام وكنسى يوتيوب. المهم هنا كان البلاكار ديال الحوايج، حنا هنا حطينا هنا حوايجاتنا، و هنا كاين واحد كوافور صغير، المهم غادي تشوفوا. واحد الحاجه كطلبوها ليهم البنات فاش كديروا ريزيرفاسيون، كطلبوا ليهم لولي ديال البيبي، كاين عندكم بيبي ولا كاينه التلفازه؟ هنا لولي بواحد الطريقه اللي طوب دو طوب، الا بغيتي تجمعيه باش يبقى ليك هنا لي سباس فين يلعب ولدك ولا شي حاجه، نتينو كتخليها هكايا. صافي هنايا كاين هادي هاد اللمبه هادي، صافي هكا كيجي استديو البنات. كنحاول انني نبين لكم مزيان باش يبان لكم، هادي هي الدخله ديال الاستديو، صراحه داكشي نقيقي عندهم وزوين ومتيول، هادشي اللي يعجبني فيهم.
واحد الحاجه البنات هذا راه انا اللي استعملته دابا، يعني كلشي كيحطوه لكم جديد، كلشي كيحطوه لكم جديد. ها انتم كيف ما كتشوفوا كلشي كيحطوا لكم لي برودوي هذا جديد، وفي التواليت كذلك، في صال دو بان كاين الشامبو كاين كلشي. والحاجه اللي عجبتني هو انه كلشي فكروا فيه، ما كاينش حاجه كتقول ما كايناش هادي ما كايناش هادي. شوفوا كاين سوسوار، كاين هنايا اي حاجه بغيتوها، هنايا كاين هادو صافي. هكا كيجي ستوديو ديال البنات. نتمنى هاد الفقرة تنال الإعجاب ديالكم ووضحتها لكم، وغادي نكمل لكم الفلوق إن شاء الله. هنا البنات خرج راجلي لأقرب مارشي أو ميركادونا، ما عرفت شي سوبر مارشي هنا كان قريب للستوديو، وخد علينا شي حاجة هكايا غير قضى الغرض باش أننا نقدروا نفطروا باش نخرجوا نكتشفوا المدينة نكتشفوا هاد البلاد. المهم كنوريكم هنا جاب كرواسان، خبز، الحليب، حليب ديال ولدي، الزبدة، وجاب تكون في تيرادي. أنا الحاجة اللي كنت مفتقدة هي أتاي، وما مديتش معايا أتاي، مديتش معايا برادي، وندمت الصراحة ندمت. المهم خديت غير قهوة وحليب، والصراحة هادشي باش قضينا الغرض في الفطور. صافي هنايا كنوري لكم الاوتفيت ديالي. هنايا صافي لبسنا حويجاتنا هكايا، خرجنا باش نكتشفوا. الصراحة هادي اول خرجة لينا اول نهار، وكنكتشفوا المدينة. صراحة كانت الاجواء رائعة، ما كانش البرد ما كانش الصاد، يعني كان الجو معتدل كما قلت لكم، كان الجو معتدل والجو زوين. هنا راه الصباح البنات مع ديك العشرة خرجنا كندورو كنكتشفو، ما كان عندنا حتى بروغرام، غير كنتمشاو باش نشوفو نكتشفو. النهار الاول كان مجرد اكتشاف المدينة، نعرفو لينين، نعرفو يعني ترونسبور فين غنمشي وفين غادي نشدو فين هذا، وكنكتشفو غاديين. المهم كما قلت لكم صافي مشينا لواحد سونتر كوميرسيال كان قريب وسميتو سالي، دخلنا ليه هكا كانت الدخله ديالو من برا يعني من هدايا، وصورت لكم الدخله من الداخل. مول كيف بحال لي مول اللي كنشوفوه عندنا حنايا، ولكن كاين شويه ديال الاختلاف. صافي كاين كاع لي مارك اللي معروفين، ولي مارك ديال اسبانيا صراحه الكاليتي زوينه، و كاين جميع المعايير باش انك تقيسي، باش انك تختاري، باش انك تشري على حسب البيدجي اللي عندك، واش حاجه غاليه ولا شي حاجه مويه. المهم المول كيكون على هذا الشكل. و صافي كيما قلت لكم البنات، انا كنت انتريسي باللي باللي مارك اللي ما عندناش حنايا واللي هذا. صافي من بعد دخلت هنايا صورت لكم، عجبتني البلاصه وقلت علاش لا ما نصورها لكم تكتشفوها معايا. هنايا فين كتبدلوا لوليداتكم، هنايا عندكم الحليب ولا شي حاجه تسخنوه، هنايا الا بغيتو نتوما الطواليت. المهم كان داكشي رائع جدا. وهنايا صافي سالينا الشوبينغ ديالنا في هذا المول، خرجنا باش اننا نمشيو لهاد كما قلت لكم البنات، سالينا من المول وخرجنا باش اننا نمشيو نزورو هاد لي هاد المتحف هذا سيتي ديزا، اللي صراحه كبير بزاف وفيه بزاف د الحوايج، فيه بلاصه ديال هنايا فاش كتشوفوا هاد البلاصه اللي على شكل متحف. عاد من بعد كاين تحت فين كاين هادوك المسابيح، من بعد كاينه واحد البلاصه كتدخلوا ليها بالفلوس اولا كتريزيرفيو باش انكم تركبوا هادوك بحال الفلوكات. المهم انا ما دخلتش صراحه حيت ما كناش بوحدنا معانا البيبي، وما يمكنش انكم تركبوا الا معكم البيبي، ما يمكنش انكم ديروا هذيك لاكتيفيتي. وعاد كاين بلاصه اخرى ديال الدلافين، انا ما كنتش انتريسي بها صراحه، دزت غير هكايا خديت فكره وشفت وصورت. صراحه المنظر رائع جدا غير من برا، يعني ما تحتاجوش تدخلوا على الداخل. ومن موراها كاين واحد المول قريب ليه تاني على هذا المول، حيت هذا لي مول هنايا كثارين بزاف البنات. صافي ورجعنا للدار، ما صراحه ما كليناش كلينا اي شي حاجه كاين من السوبر مارشي، خدينا هكايا مازال ما عرفنا فين غناخذوا داكشي اللي حلال وهذا، وخدينا بيتزا كليناها، وغادي نكمل لكم الفلوق في الجزء الثاني.